اختيار قطع الألماس المميزة ليس أمراً سهلاً أو عشوائياً، فهذه الأحجار التي يعشقها الأثرياء لها عالمها الخاص، فتعالوا معنا لنتعرف على بعض قواعد اختيار الألماس. أهم ما عليك الانتباه له قبل شرائك لقطعة ألماس هي قاعدة تدعى 4Cs، وهي اختصار للون والقص والقيراط والنقاء. أولاً اللون، يصنف لون الألماس من D إلى Z، فدرجة D هي الأكثر انعداماً للون، بينما Z تكون باللون الأصفر، وأفضل أنواع الألماس وأغلاه سعراً هو الذي تكون درجة لونه بين D إلى H، فكلما كانت الألماس شفافة كلما زاد سعرها. ثانياً القيراط، ولا يرتبط القيراط بحجم الألماس، لأن الحجم لا يرتبط بالضرورة بالوزن، ويكون شكل الألماس ذات القصة الطويلة أو البيضوية أكبر، فإذا كنت تبحثين عن ألماسة بحجم كبير فعليك السؤال عن مساحة سطح الماسة وليس قيراطها. ثالثاً النقاء، حجم الشوائب والعيوب تحدد درجة وضوح الألماسة، تبدأ درجات الوضوح من خال من الشوائب SL إلى أن تحتوي على شوائب SI2، ويمكن تمييز الألماسة النقية بالعين المجردة وتكون عادة تحت تصنيف VS2 أو أعلى. رابعاً القطع أو القص، لا يعني ذلك شكل الألماس بل طريقة قصه، فطريقة القطع تؤثر في جودته وبريقه، وكلما كان التقطيع سيئاً كلما كان البريق أقل. أما عندما يكون القطع احترافياً فإن إشعاع الألماس يكون بسعر خاص.